جاء الكثير في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تحرم علينا فعل الأشياء والقيام ببعض الأمور، وهذه التي حرمها الله عز وجل علينا وأن لا نفعلها، ومن يفعلها يلقى عذاب الله عز وجل. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل شيء في العيد فتابعونا. ها قد انتهى شهر رمضان ببركاته وبما فيه من الخيرات والبركات، ويحرص الكثيرون من المسلمين على صيام الستة من شوال أو صيام أيام القضاء فور انتهاء شهر رمضان مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. ولكن هناك بعض المسلمين يصوم أول يوم في شهر شوال عيد الفطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أول يوم في العيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وحرم دين الإسلام الصيام في أيام العيد، وجعل في ذلك حكمة لنا، فقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمة الله وكمال رحمته، فعيد الفطر يأتي بعد تمام صيامهم الذي افترضه الله عز وجل عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامهم من الله عليهم ورحمهم وأعتقهم من النار، فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز، يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لله عز وجل على ذلك. فيحرم صيام يوم عيد الفطر، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة عيد الفطر أكل تمرات قبل أن يخرج ليقطع أثر الصوم. فالذي يحرم صومه في شوال هو يوم الفطر فقط، وهو أول يوم في شهر شوال، لكن يستحب صيام ستة أيام من شهر شوال بعد شهر رمضان غير يوم عيد الفطر، فيكون الصوم من اليوم الثاني من شهر شوال تحقيقا للمتابعة الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، رواه مسلم. وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم هذا الصوم وعلى من فعل ذلك في يوم العيد، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يعود إلى ذلك أبدا. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.